قبل اليوم أعدت الإمارات بنية تحتية متكاملة لصناعة الفضاء، منها أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. تأسست أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في مايو من العام 2015 بهدف نشر الوعي بأهمية هذا القطاع وتنمية الكوادر البشرية علمياً. أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك تعنى بكل ما يتعلق بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك والجو، ابتداء من سطح الكرة الأرضية إلى أعمق نقطة في الفضاء، مع استخدام الوسائل المطلوبة في دراسة هذا الكون الواسع. تضم الأكاديمية 4 مختبرات لعلوم الفضاء: مختبر الكيوبسات لصناعة وإطلاق الأقمار الاصطناعية المصغرة. حالياً شغالين على مشروع شارجة سات 1، بيكون أول كيوبسات خاص للمركز. بيكون مهمته أن يدرس الأشعة السينية الصادرة من الشمس ومن الأجسام المضيئة الأخرى في الكون مثل النجوم. المشروع اللي شغالين عليه الحين أنا والشباب مجسم مصغر لقمر صناعي، وزنه لا يكثر عن 500 جرام، عنده إمكانيات في التصوير في الاستشعار. ومختبر مركز النيازك، ويحتوي على 8000 قطعة نيزكية، تعد الأكبر من حيث العدد عالمياً. مختبر طقس الفضاء، وهنا تحدثنا الباحثة نورة الأميري. مختبر الطقس الفضائي والأيونوسفير يعنى بدراسة أثر التفاعلات الناتجة عن النشاط الشمسي على طبقات الغلاف الجوي العليا. أكثر تركيزنا يكون على طبقة الأيونوسفير. ليش طبقة الأيونوسفير؟ لأن طبقة الأيونوسفير هي الوسط اللي تعبر فيه موجات الراديو اللي إحنا نستخدمها في اتصالات اللاسلكية. المختبر الرابع لدراسة التفاعلات النشطة في الأجسام الفلكية الأكثر نشاطاً في المجموعة الشمسية. سأريكم الآن مفاجأة فضائية: محطة الفضاء الدولية، النسخة المطابقة والتي تعتبر الأكبر في العالم. وللترفيه وشغف أبناء الدولة بالفضاء مكان هنا، القبة السماوية التي تعرض ما يزيد على 10 ملايين نجم ساطع. أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، صرح علمي في منظومة فضائية متكاملة ترمي إلى تعزيز مكانة الدولة في نادي صناعة الفضاء. لتلفزيون دبي، أحمد.